ضمن الخطة التفتيشية المعدة لعام 2021 ستجري المفتشية العسكرية العامة برئاسة وإشراف المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع التفتيش التعليمي لمقر فرقة المشاة 16 وألويتها المنتشرة في محافظة نينوى. التفاصيل في هذه التغطية الخاصة. أفضل موقف عشته أنت بالمعركة وين؟ سيدي بر مادي. وين بيا معركة؟ منطقة الملعب بحميرة. مقابل الست شط قطار. شلون حكي لي؟ سيدي كانت عندي قاذفة استعمال واحد هاي الأمريكية وربط فيها بيه 6 أشخاص كتلتهم كتلة واحدة وكافئة الشهر إجازة. We'll be right back.
نفذت المفتشية العسكرية العامة خطة عام 21، خطة عام التدريب والتفتيش من خلال باكورة أعمالها في تفتيش فرقة المشاة 16. نحن اليوم حريصين على الوقوف على تفاصيل مهمة جدا تديم زخم المعركة وتحاول أن تحقق المنجز الأكبر بأقل كلفة ممكنة. أيضا ركزت على جانب العلاقات المهمة ما بين الوحدات والمواطنين فيما يخص موضوع الشؤون المدنية. عندنا وجهة نظر في موضوع إعادة الانفتاح والانتشار. أيضا هنالك بعض الأوامر اللي صدرت من قبل معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترم. هذه الأوامر حرصنا على مدى جدية تنفيذها ومتابعتها. بالتأكيد في نهاية الفصل الأول والفصل الثاني سيكون هنالك عروض كبيرة أمام أنظار السيد رئيس أركان الجيش لتحديد السلبيات والإيجابيات ولتحديد أيضا نقاط الضعف العامة والنقاط الضعف الخاصة حتى نستطيع أن نضع خطة. على ضوء هذه الخطة يتم تعميمها من خلال موافقة السيد رئيس أركان الجيش مجموعة من المقترحات والتوصيات اللي تساعد على سد الثغرات الخاصة في نقاط الضعف التي تم تشخيصها من خلال تقارير التفتيش سواء الملخصة أو سواء العامة. أنا أتوقع أن فرقة 16 ستستفاد بشكل كبير من هذه الفعالية وأعتقد أنه سنساعدهم بشكل كبير على النهوض في مجالات معينة وعلى تطوير بعض المجالات وعلى الحفاظ على النجاحات والإنجازات اللي تم تحقيقها خلال فترة الست أو السبع سنوات خلال فترة تشكيلهم. حاليا نقوم بتفتيش قيادة فرقة المشاة 16 بالتفتيش التعليمي، والتفتيش التعليمي لكون الفرقة لم تفتش سابقا. جوانب التفتيش هو يشمل الجانب عمل المقر والجانب التدريبي والجانب الفني إضافة إلى الجانب الإداري والجانب الاختصاصي الذي تعنى بآمريات الصنوف والخدمات التي تقدم الإسناد إلى قيادة الفرقة كل ضمن مجال اختصاصه. نستفاد من التفتيش أنه معالجة الأخطاء الموجودة بالوحدات والتشكيلات، نستفاد من التفتيش في تقييم الآمرين وتقييم الوحدات ومستوى جاهزية هذه الوحدات، بس بنفس الوقت أنه استفادينا جدا خلال هاي الأيام، استفادينا من السيد المفتش العام المحترم والتوجيهات اللي أبداها لمقر الفرقة والتشكيلات، استفادينا من الإخوان، والحمد لله نقول استفادينا وإن شاء الله نستفاد بعد أكثر. لا يوجد شيء، يجب أن نعرف كل شيء من قائد الفرقة إلى للملازم، يجب أن نعرف كل شيء. مو عيب أنه تطلع أخطاءنا ونعالجها، ليش؟ لأنه واجبنا هو فرض الأمن، لازم نكون لياقة بدنية جيدة، لازم يكون رمينا جيد، مبدأ ارمي لتقتل. فأنا فرح جدا من أشوف جنودي أنه من أربع إطلاقات نشوف أربع إطلاقات بالهدف. أجهزة، أعتدى، أسلحة، عجلات، تجهيزات. وجهت المفتشية العسكرية العامة من خلال ضباط المفتشين على بعض الأخطاء وبعض السلبيات تم معالجتها من قبل مقرنا ووحداتنا.
في الحال كانت توجيهات سديدة هدفها أنه توجه عمل الوحدات ولتكون الوحدات جاهزة من ناحية الاستعداد القتالي. التدريب ورفع القابليات والمهارات ورفع الجاهزية والاستعداد القتالي ضرورة مهمة لإنجاح تنفيذ الواجبات والمهام، وهذا ما تؤكد عليه المفتشية العسكرية العامة خلال خطة تفتيش وزارة الدفاع. من مقر فرقة مشاة 16 لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.